بس حلمت ودفعت تمن حلمك ودرست ومثلت ونجحت في أعمال كتير وفي أدوار كتير ولسه بتقول هاوي؟ آه، لأن المحترف موهبة تانية. أنا ما عنديش موهبة الاحتراف. موهبة الاحتراف إنك إزاي تصنعي الحالة حوالين نفسك وإزاي تبيعي المنتج اللي عندك. أنا إلى الآن مش فاهم يعني إيه لعيب في النادي الأهلي وينتمي للنادي الأهلي وأنا بحب النادي الأهلي وماشي ورا النادي الأهلي وبنفعل عشان النادي الأهلي حلو؟ وفجأة ألاقيه الموسم اللي بعده بقى في الزمالك هو. آه يعني إيه؟ يعني مش فاهم هو إيه ده؟ ده عقيدة يا جماعة. أنا لا أنت مش فاهم، دي ده احتراف. أنا بفهمش نفس المنهج في التمثيل. إيه أكتر قناع بيلبسه بتلقائية علاء مرسي؟ بتلقائية بدون قصد. مجاملة. المجاملة طبعا في ثانية، مع إنك عصبي جدا جدا. ولما بتتعصب ما بتشوفش قدامك وما بتقفش عند حد، بخسر كل حاجة. وما بعرفش أنا بتعامل مع مين. بنسى أنا بهاجم مين. ويمكن ده حصل لي في بداية شغلي على فكرة. تخيلي إن أنا واجه جديد ورايح أشتغل في مسرح، فأنا وقفت على الخشبة فمخرج قاعد، ومخرج أساسا عشان تكلميه عايزة واسطة، وأنا واقف قدامه على المسرح مش مصدق إن أنا واقف قدامه. ده مين يا أستاذ علاء؟ كان الأستاذ حسين كمال. شفتي الاسم عامل ازاي؟ فخامة الاسم تكفي صح؟ طبعا. واقف قدامه بس قال جملة غلط معي. فتعاملت معاه ان انا الراجل بتخانق معاه في الشارع. فصلت فصلة مش طبيعية. ده كان خطأ. خطأ مني كبير. انا تلميذ قدامك، علمني، عرفني. انما تهين جزء او تفكر تهين جزء من كرامتي، انا مش عايز الفن خالص. مين الشخصيات اللي عرقلت طريقك، اللي وقفت في سكتك؟ اهم شخصيه عرقلت طريقها هي علاء مرسي. اكتر حد اذى علاء مرسي هو علاء مرسي. اذى ايه بقى حضرتك؟ اول حاجه المجاملات. ودي مصيبه. ايوه حضرتك قلت ده، قلت ده على شغلك، قلت انه انت في وقت أزيت مهنيتك وأزيت طبعا جملت علاء مرسي. أزيت نفسي تماما، أزيت موهبتي بأن أنا لم أعلم قدر موهبتي بالشكل الكافي فما صدرتهاش للناس بشكل كافي. وجملت بيها كتير. وجملت بقى تعالى هنا حاضر، تيجي هقول هنا حاضر، ما انتش واخد فلوس ماشي، اقعد هنا حاضر. هي شعرايا. أي تمثيل حاضر. أي تمثيل حاضر. بس أنا مشيت مع تيار المجاملة وتيار البساطة خالص بشدة. فاتخبطت. حسيت انك استهلكت نفسك وموهبتك وظهورك بدون فايدة حقيقية. بدون إضافة لمشوارك. استهلكت موهبتي في أشياء تدمر الموهبة. في أدوار تدمر الموهبة، أدوار مجاملة. فهمت بعد كده انك كنت بتستغل كتير، وان في حتى زملاء طلعوا كتير. هل عمدا ام انا اللي اديت الفرصه فما بقتش عمدا؟ انا الى الان ما اعرفش. ولكن عمدا ولا حضرتك خليته متاح؟ ده قصدك؟ انا الباب مفتوح. اتفضل، اهلا وسهلا، اتفضل. ناس داخله وناس طالعه، ناس داخله وناس طالعه. دي اصبحت انا شيء معتاد. فاصبحت انا شيء سهل. علاء مرسي نجيب يا عم هيجي مش هيعمل مشاكل. في حين انه بيروحوا لاقيين مني وش فجاه مش مجنون، انه اول ما بحس انه انا مستغل الشعر اول ما بتلمح ان ان الحاجات مش في مكانها. مش مكانها. انت بتضحك. كنت بتكذب يا ناس، انت كنت بتكذب عليا. انتهى الموضوع، بتحول والدنيا بتبوظ وخناق. وبنصح كل الشباب اللي بيحلم يبقى حاجه، اوعى تعمل زي علاء مرسي. بس اتعلم زي علاء مرسي، واصبر زي علاء مرسي، واجتهد زي علاء مرسي. صدقني لو ما عملتش الجزء بتاع المجامله بتاعه وعملت ربع اجتهاده، انت هتبقى عظيم. تعتبر ده مونولوج تحول في مشوارك؟ انا اعتبر ان انا فقت، بس فقت متاخر شويه. فالتحول
لمشواري اللي جاي إذا كان في الأمر. فاكر اللحظة اللي فقت فيها تحديداً واللي فرقت معاك؟ القشة. القشة اللي ها قسمت الحكاية وخلتني فقت. اليوم اللي اكتشفت إن أنا محتاج أخد بيت لولادي، واكتشفت إن أنا معيش فلوس بعد 40 سنة شغل. 40 سنة. قلت إيه ده؟ وانا كنت بعمل ايه؟ كسبت كتير جدا، بس اكتشفت ان انا كسبت تناتيش مجاملات. فكره انك تحس ان انت بعد العمر ده انت مش موجوده بالحاله. ما هو انا لما جيت مسطح مش موجوده بالوضع اللي استحقه بالظبط. وانا لما جيت مسطح من القطر ما كانش عندي الحلم اساسا، بقول لك مش عايز حاجه. ايوه انا عايز اتفرج عليهم وبس واروح. فانت الموضوع هو تطور صحيح. والحلم كبر وانا ماشي وراه، انما العقل ضاع. والعقل لما ضاع وما تحكمش في تحقيق هذا الحلم مشكلة.